لعب ضد بيج بوس، لعبنا ضد بيج بوس الروم كنت باغي مونطي يديها زيزو، دابا هذاك ما ضربش ديال الموب سترايك الدراري. ويلا والبارح لعب مع بيج بوس، انا هذيك الروم كنت باغي نحطها في يوتيوب، داها دابا زيزو. والله زيزو زيزو طلعت لي في كره، نقولها لك اخويا اسمح لي وحق الله، دابا كضيعني يعني في رزقي، دابا بحال هكا كتهاجمني دابا انت. كنقول ليه داك النهار دوينا في هذا الموضوع ودابزنا كاع، قلت ليه خويا كان شي حاجه اي فيديو عجبك اجي تشاور معايا، وما كيتشاور معايا ما والو، كيز الفيديو حطه في يوتيوب، وانا كنكون عوال انني نحطه في يوتيوب كيكون هزو ودا شفناه عند زيزو. فوالا انا اقسم بالله العلي العظيم، الله انا كنقولها لكم، والله حتى غنضربو بسترايك المره الجايه، والله حتى غنضربو بسترايك صافي سالينا. انا ما كنقولش ليه ما تديش فيديوهات، هز فيديوهات والله تيميات كتبارك الله، غير من الريكوردات كذا 80% ديال الفيديوهات ديالي، ولكن الصاد ما تكونش ضدي فهمتيني، ما تكونش ضدي الصاد. دابا انا فيديو انا كنتعب عليه مثلا، انا محتوى اش من علم، ورا دويت معاه واحد النهار نص ساعه هنا كنهضروا، باش انا نوض نشري ماتريال، نوض ندي نخلص خراق لا وكذا، هذا كيجي واحد كيديها فابور حشومه، هز الفيديوهات. ولكن مين تهز واحد، مين تهز فيديو لعبت مع بيج بوس، اجي عندي الصاد قول لي يا خويا هذاك الروم ديال بيج بوس واش غتحطها في يوتيوب، نقول لك لا ما غنحطهاش في يوتيوب بصحتك، غتهزها انت غتلوحها في لاشين ديالك وبصحتك، انا فرحان وانت فرحان. غتجي عندي غتقول لي الروم مع بيج بوس واش نحطها في يوتيوب، غنقول لك لا، نقول لك غنحطها في يوتيوب، وما تحطهاش اخويا في الشين ديالك، حيت هذاك المحتوى في الاصل راه ماشي ديالك، وما كيعجبنيش ندوي بهذه الطريقه، هذاك المحتوى راه ديالي، يعني انا من حقي نقول لك صاد ما تحطش ليا فيديوهات ديالي. ولكن حنا شنو كنقولوا، كنقولوا هاني هذوك صحاب الريكورد كنتعاونوا بيناتنا، كاين ناس كيشوفوا شنو واقع في اللايفات كذا، يعني كاين ناس عرفوا فولي غير من صحاب الريكورد، واخا هما قلال بزاف، ولكن نقولوا راه حنا استفدنا واحد شويه. كاين بنادم كيعرف الاجواء ديال اللايفات، هو كان كيشوفني غير في يوتيوب، ولكن بدا كيشوف شي شويه الاجواء ديال اللايفات، حتى حنا كنستافدوا، هو طلع شان وروينا وكذا، هذا حتى هو كيستافد. ولكن ما تحاربنيش اصاحبي، راه انت كتحاربني دابا، واش اي حاجه طرات زوينه في اللايف جيت هزها انت تحطها في القلاوي ديالك؟ تسمحوا لي يا الدراري ما يمكنش. انا كنقول لك ها انت بكل بساطه سهله، الله يرحم لك الوالدين السي زيزو، قبل ما نطيح لك هذيك لاشين، المره الجايه ملي تبغي تحط شي فيديو اجي عندي قول لي يا خويا فولي هاد الفيديو هذا واش غتحتاجو ولا ما غتحتاجوش، قلت لك لا خذو، قلت لك خليه هاد المره هادي لما تشاورتيش معايا والله حتى غنضربك في سترايك، والله على ما اقول شاهد. هذا انا ضربت في الطابله ويطلون صاج صافي، ما فيها حتى شي عيب، ما فيها ما قلت لك حتى شي كلمه ديال العيب، وما قلت لك حتى شي كلمه زعما اللي فهمتي اللي كتضرك ولا شي حاجه، حيت هادشي قلتو ليه الدراري في بريفي، وحق الله العظيم قلتو ليه في بريفي، هو ما كيتصناش كيدير بحال كيدير معايا الضد، ولا ما عرفتو شنو باغي يدير. صلى الله يرضي عليك عزيزو، انا راه شوف الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. المشاهدات في لاشين كان عندي قبل ما حيت شحال هادي الدراري عقلتو شحال هادي فاش كنت باقي في سيتاب الفوق، كان اي واحد كيهز شي فيديو كيحطو في يوتيوب كنت كنضربو بسترايك. من بعد ولاو كيبقاو فيا الناس كنقول حشومه قولوا وكل خليوا الناس هما، وثاني منهم كانيكي براسو هز واحد النهار هز فيديو ضرب سبسترايك، كنقول ها حشومه خلي قولوا وكل هاني، انت كتاكل بنادم كياكل وكلشي كياكل وكلشي غادي فهمتي، كلشي غادي هاني مسلكه. ولكن كاين واحد المحتوى، انا اصلا داخل اللايف قبل ما نبدا اللايف كنكون عوال ندير هذاك الشيء في اللايف باش نريكورديه باش نحطوه في يوتيوب، كنجي كنلقى زيزو سبقني. ف بكل احترام عزيز الله يرضى عليك، انا دابا دويت بيني وبينك ما تصنتيش ليا، قلتي ليا واخا وخليتيني كيجرو، دابا دويت معاك امام الجميع امام المتابعين ديالي، كنقول لك خويا عزيز الله يرحم لك الوالدين، شوف كيفاش كندوي معاك، راه ما بغيت ندير معاك حتى شي حاجه خايبه، الله يرحم لك الوالدين. دابا مي كيحط شي فيديو بعض المرات كنلقاه يلا حط فيديو 5 دقائق، كندخل كنقول له زيزو لا مساح الاخر هذاك الفيديو راه انا باغي، كيقول لي وافولي راه غيطيح لي التفاعل بحال هكا، ايوا انا واخا يطيح لي التفاعل انا هانيه نضيع فيديو، انا نضيع بازيز الله يرضى عليك. هو ترجل اصاحبي، دابا هو باقي دريري صغير في عمره شي 13 ولا 14 عام وما كيتصناش،
دمي كندوي معاه انا بالعقل ما كيتصنتش للعقل. فالمره الجايه زيزو انت عشيري وصاحبي وكنحترمك واخا صغير كبير ما عنديش مشكل، الله يرضى عليك زيزو. المره الجايه تبغي تهز فيديو ما تجيش عندي انا، انا واتساب ديالي مشغول، واخا انا واتساب ديالي انا نقول لكم اخر مره صيفط ليا فيديو صيفط ليا ميساج زيزو امتى. انت يا زيزو اخر مره صيفط ليا ميساج هادي ذات فوالا، كنا اخر مره الدراري دوينا انا وياه نهار 5 في شهر 8، قلت ليه الله يرحم باك الله يرحم باك ما تبقاش تحط اي فيديو كذا كذا كذا، ها هو قال لي اي حاجه نبغي نحطها غنجي لعندك. ومن 5 8 ما صيفط ليا شي ميساج ما قال لي شي حاجه. فانا كنشهد عليك 3000 واحد اخي زيزو، بغيتي تهز فيديوهات الله يسهل عليك، شي انا ندير فيديوهات ونقول لك هاك زيزو حط فلاشين ديالك، ولكن غير تشاور معايا كاين شي فيديوهات الصاد وشي فعاليات وزيزو عنده فعاليات احسن من الفعاليات اللي فلاشين ديالي، وراه وليت كنلوح الزبل فلاشين ديالي حيت زيزو وكنلوح فيديو وكنلقى النص ديال الكومونتيرات كيقول لك وراه ديجا شفنا هادشي هذا عند زيزو. زيزو الله يرحم لك امك وباك، خذ فيديوهات خدم على راسك عيش الحياه ديالك الله يسهل عليك دنيا واخره. حاجه واحده قبل ما تحط فيديو تشاور معايا، هاد المره هادي اقسم برب الكعبه تحط فيديو بلا ما تشاور معايا غنضربك بسترايك، ماشي خايب انا ما قبيحش، هما الدراري لا الا الا انا قبيح الدراري قولوها لي صافي، الا قبيح قولوها لي بالرجوله، كنقول ليه خود جوج ثلاثه اربعه سته الفيديوهات في النهار خود، انا راه معاه دابا هو كيصحابو بلي انا ضده، انا معاه هو كيطلع لاشين وحنا عاوتاني شويه كيشوفونا الناس في الجو اللايفات حيت في يوتيوب كنحط فيديوهات مونطين، هادو مستافدين وانا مستافد وكلشي مستافد والمتابعين مستافدين، هو مدخل صريفه انا ما كنقول ما عمري جيت عنده قلت ليه قسم معايا الفلوس ديال الفيديوهات اللي كطلع، راه عنده فيديو فيه 700 كا وفيديو الفيديو الاخر كتلقى فيه 150 200 كا 160 كا 120 كا الفيديو الاخر فيه 100 كا، ما عمري جيت عند شي واحد من صحاب الريكورد قلت ليه اعطيني من داك الفلوس اللي كتحط وعطيني من ديك الفلوس اللي كتدخل وعطيني ما عرفت شنو وعطيني ما عرفت شنو خلصني كذا، ما عمرنا قلنا هادشي هذا الدراري بالروج ولا ما عمرنا قلنا هادشي هذا. ايوا كيقول لك ملي كيكون حبيبك عسل وما تكداش كله اي شويه فهمتي، وعلى الراس على الراس بارك اما كله راه غنتقصى، فملي غنتقصى غنضربك في سترايك ازيزو هاد المره صافي.